تحديدا كنا بنلغي فقرة تحت الطاولة، لكن لأن أغلب الملفات موجودة اليوم وكل من متكلم فيها وكل من مطلعها وكذا، صحيح. فكانت حلقتك من غير تحت الطاولة لين يانا اتصال من شخص أنت تعرفينه وأنا أعرفه، أعطاني معلومة. هذه المعلومة شخص موثوق فيه؟ والله المعلومة أنا شخص أثق فيه ومعلومته قوية. هالمعلومة بعد الفاصل. مستعدة على تحت الطاولة؟ مستعدة إن شاء الله. تبين تشربين شاي ربيع تروقين؟ نروق يلا. هذا شاي شاي هذا شاي هذا شاي. شاي أشب من وراك عشان لا تقني عين ولا تحسدني. طيب جاهزة؟ طيب إن شاء الله يكون صدرك وسيع ويتقبل. إن شاء الله. تفضلي. شنو هذا؟ لحظة وقف تصوير لو سمحت. وقف ليش؟ لا وقف لحظة شايب شنو هذا؟ المعلومة صحيحة ولا لا؟ شو الكلام هذا؟ انت من صدقك ولا تغشمر؟ لا هل لا انت من صدقك ولا قاعد تغشمر؟ يعني هذا من صدقك بتنزل بالبرنامج؟ لا اذا انت ما وافقتي ما راح انزل. مو سالفه ما وافقت، انت راح تنقط ورا الشمس على الاسماء الموجوده. لا معلش بس اول شيء بلا معلش بلا بطيخ. شفت لا تخليني اشيل المايك وامشي، انا تحملتك من اول اللقاء. لا وتحملت ملاقتك واسئلتك شوف شيل هالكلام ترى والله العظيم. شوف اول شيء لازم تكلمني. اول شيء وقف التصوير والكلام هذا عيب وما ينحط وغير قابل للنشر. هذا ما لا والكلام وما لك حق تنشر. ما تتكلم انت عن حياتي وعن خصوصياتي وعن اسماء كبيره نفس هذه، راح يقطونك فعلا ورا الشمس. لا تلعب بالنار. لا يا شعيب. العفو النار راح تحرق ايدينك. معلش اوكي معلش. نصيحه اخت اعلاميه افهم منك. معلش انا ما عندي مشكله اروح ورا الشمس، ما عندي مشكله. الله. بس الـ 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 السؤال هذا او الموضوع هذا شيله، خلينا نكمل الحوار ونخلص يلا. وانا بعدين راح اتفاهم معاك ورا. زين خلاص زين جاوبيني عليه، قولي لي انا بجاوبك عليه، جاوبيني قولي لي هذا غلط ولا صح. بس انت من صدقك؟ اي من صدقي يعني مو قاعد تغشمر يعني. انت يعني انت شايف انت قاري الاسماء الموجوده يعني انت قاري الموضوع؟ انا قاري الاسماء وانت موجوده في هذا الموضوع والموضوع هذا يخصك انت الحين. المعلومه اللي انعرضت صحيحه ولا غلط؟ انت بكامل قواك العقليه صح؟ اي شو المشكلة؟ صح لان انا شاكة بالموضوع. هذه محاضرة خلها حقك. لا ترى